السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلم على موضوع الساعه، يعني اللي مهم جدا، موضوع يتعلق بنادي وفاق سطيف وبمحكمه الطاس الدوليه وقضيه الديربي اتحاد العاصمه ومولوديه العاصمه ومشاركة مطالبة وفاق سطيف وأنصار وفاق سطيف المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والرابطة والاتحاد، يعني مجملا. نبدأ أول شيء أنه الديربي اللي صار بين المولودية والاتحاد اللي تم اللي ما لعبش يعني، وتم رفع دعوة ولا رفع قضية تاع اتحاد العاصمة إلى المحكمة الرياضية للطاس. بسبب ماذا؟ بسبب مشاركة لاعب دولي ليبي في المنتخب الليبي في لدات فيفا، يعني في تواريخ الفيفا، وإصرار الاتحادية والرابطة على لعب المقابلة في يومها المحدد. وبالتالي 3 نقاط راحت للمولودية بغياب اتحاد العاصمة. من بعدها قلنا رفعت الدعوة الشكوى للطاس وأنصفت الطاس اتحاد العاصمة وأعطاته 3 نقاط. قبل ما تعطيه 3 نقاط الطاس، الاتحادية خرجت بقرار ولا أنه الترتيب راح يكون كالآتي: شباب بلوزداد هو البطل، المرتبة الثانية راح ترجع لاتحاد العاصمة مولودية العاصمة ليشارك في دوري أبطال إفريقيا، وأول المرتبة الثالثة وفاق سطيف الكأس الكاف. بسبب ماذا؟ بسبب هذا ما يسمى المعامل اللي خدموا به في فرنسا، يعني احنا كوبي كولي على فرنسا، واش تدير فرنسا نديرو احنا. هذه السقطات الأولى، يعني السقطة الأولى الاتحادية والرابطة، هذه الأولى. ثاني حاجة من بعدها، بعد ما أنصفت المحكمة الرياضية طاس لنادي اتحاد العاصمة وعطته 3 نقاط، يعني خصمت 3 نقاط من المولودية. نفس الشيء الاتحادية قالت نمشوا إلا بالمعامل، المعامل هذا اللي عدد المقابلات تقسيم عدد النقاط، لكن المعامل خلى وفاق سطيف يلعب دائما الكاف. لماذا؟ لأن مرتبة المولودية طلعت لأنها عندها مقابلة ناقصة تزيد لها في الحساب في الفواصل. لكن الشيء اللي راح يزيد يورط اكثر الاتحاديه هو المحضر اللي داروه، ولا تاع البيان الاجتماع اللي داروه، تكلموا انه في حاله تساوي الفرق ولا فريقين نديروا المعامل، لما يتساووا فريقين نديروا المعامل. بصح المعامل اللي قلت عدد المقابلات، يعني نحسبوا عدد المقابلات على عدد النقاط، بصح الفريقين ما كانوش متساويين، المعامل ما يتطبقش. والشكوى وفاق سطيف في محلها لما يهزوا هذاك البيان نتاع الاتحاديه اللي تقول باللي في حاله تساوي الفريقين نديروا المعامل، بصح ما كانوش متساويين. بعد ما عطاو الاتحاد العاصمه 3 نقاط ونزعوها من المولوديه وهمش متساويين، اذا المعامل ما يتمشاش. خلاص المعامل هذا، المعامل اللي دارته فرنسا حابين احنا كوبي كولي على فرنسا ما نخدموش به. الحسب بيان الاتحاديه، احنا كي نهضروا على بيان الاتحاديه، بيان الاتحاديه يقول باللي في حاله تساوي نلجؤ الى المعامل. بصح نساو الفيدراليه الجزائريه بقياده زاتشي باللي اتحاد العاصمه راهي كسبت القضيه، هما معولين انهم الطاس خلاص راح تريفيزي رفض القضية وتبقى المولودية رابحة الديربي وتنتهي القضية هنا، وصاي وسطيف تلعب الكاف وتروح تشكي ولا تقعد احنا طبقنا المعامل اللي راه يمشي يتمشى في فرنسا، يعني ما نجبناه من راسنا. بصح الطاس انصفت اتحاد العاصمة، وهذه نقطة تحسب ايضا لوفاق سطيف اللي راح تكسب نقطة زايدة تعاونها في الشكوى نتاعها للطاس المحكمه الرياضيه الفيفا. قضيه المنتخب يتعاقب ولا ما يتعاقبش هذه ما عندهاش علاقه اصلا بالمنتخب، الا حابين يصوروا
الاتحادية والرابطة أن المنتخب بيتعاقب، ما يتعاقبش المنتخب، من حقه وفاق سطيف تشكي إذا حق مشروع، ما عندوش المنتخب أي دخل في القضية هذه، لا فيفا لا ولا المحكمة الرياضية للطاس، ما عندهاش علاقة أصلا. إذا الشيء الآخر، وفاق سطيف والجماهير وفاق سطيف احتجت، احنا ماناش ناقصين احتجاجات، كورونا ومشاكل ووباء ومرض وكذا، وزيد يعني خرجوا الشعب للشارع، يعني هذه الاتحادية والرابطة يعني حاب الشعب هذا يبقى دائما في الشارع، في الوباء هذا يبقى لازم الشعب في الشارع. علاش اعطي كل واحد حقه، يكفيك من هذه الامور، الحرب هذه على وفاق سطيف والله لا أندية جزائرية، احنا ماناش ضد بلدية الجزائر ولا اتحاد العاصمة ولا، كل فريق من حقه، بلدية ايضا لما تهبط تولي تروازيام اذا جاب سطيف حقها من الطاس من حقها تشكي، من حقها تدير طعن، من حقها اتحاد العاصمة من حقه، أندية كل دافع على حقوقها، احنا مانا مع سطيف، مانا مع مولودية، مانا مع اتحاد العاصمة، مانا مع حتى فريق، بصح نهضرو كقراءتنا للوضع، علاه تصعبوها على رواحك يا اتحادي؟ كي نقول اتحادية الرابطة، بصح اليد الكبرى ولا اللي عنده كلمة هي الاتحادية، أكبر هيئة كروية هي الاتحادية، من بعد تجي الرابطة، لما نهضر على الهرم، قمة الهرم هي الاتحادية، يا اتحادية علاه تصعبوها من اليوم الاول؟ اللي الاول هاو يلعب الشامبيونز ليغ، والثاني يلعب دوري ابطال، والثالث يلعب كوب دو لاكاف، واعطوا كل واحد حقه، والا كاين حل بسيط يرضي جميع الاطراف، الغاء موسم الرياضي، موسم ابيض، نديروا موسم ابيض، ما كان لا طالع ني هابط، نعاودوا من زيرو بسبب كورونا، نديروا موسم ابيض ونبداو الموسم القادم نبدأ مرحلة جديدة. لكن تخطيط وتفكير زطشي عنده مغزى، لماذا ما حبوش يديروا موسم أبيض باش يمروا التعديلات اللي حابين يباغين يديروها، من بينها تعديل المنافسة لكمبيتيسيون وكذا وكذا، باش لو كون موسم أبيض راح الموسم هذا التعديلات ما عندها حتى معنى، يبدأ موسم جديد، إما لا نديروا هذه التعديلات هذه اللي جهنمية، أنا بالنسبة لي راح نعودوا احنا خير من الأوروب، ما لاعب ما عدناش ندخلوا 20 فريق في الناسيونال إين، مانيش عارف من أكثر من 30 ولا 36 فريق في الناسيونال دو، أروح أن توصل لكها، أروح أن توصل لكها، استاد كيما الناس ما عدناش، أنا قلتها ونعودها يا زطشي، مليار مشي مليون، مليار مرة، أنا ماني مواطن، أنا مواطن، أنا مانيش كونتر لي كشخص، ما نعرفك ما تعرفني، أنا قلتها ونعودها، لكن أعطيتها لك بداش مرة نصيحة، نصيحة يا خويا ديرها روح حتى من عدوك أسيدي، عدوك ما ينصحكش بصح أنا ننصحك، معليش، أنا مانيش عدوك بصح ننصحك، نصيحة، ألف مرة قلنا لك يا زطشي أخطيك من الاتحادية، الاتحادية راهو تسيير، راهي ماهيش بارادو. إلا بنت لك نجحت في بارادو، بارادو نادي ليس جماهيري، روح أحكم مسطيف، روح أحكم مولودية، روح أحكم مولودية وهران، دوك تشوف المشاكل كيفاش تكون، تشوف الضغط الجماهيري، تقدرش تستقيل، شداك أعلى هيئة هرمية، أعلى هيئة في الكرة القدم الجزائرية هي الاتحادية، أو ماشي سهلة هيئة الدولية والكاف وتراسل الفيفا وعديد من الأمور، ماشي سهلة. تلبس بيك أمورك المادية ميسورة، ربي يعاونك، ربي يفتح عليك، عندك المال، عندك الشركة تاعك، كون كملت في الشركة تاعك راك توفى بيان، أخطيك من أخطيك الهرج هذا والتعب هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد يدير واش يعرف، أنا ما نعرفش في الاتحادية، ما عنديش خبرة في الاتحادية، واش داني ما نروحش نبقى في الشركة تاعي راني توفى بيان، واش داني نروح لحاجة خطيتني ولا مانيش برونشي لها، عندي بارادو بتيت كلوب، فريق صغير ما عنديش الحس، ما عنديش جماهير، نتصرف فيه كيما نحب، مالي انا اللي نشأته، انا اللي درته، راك توفا بيان، كمل كيما راك، خطيك من الاتحادية وهذه يا ودي، دومان صعيب، دومان صعيب، هاك دوكا راح تدخل روحك في حاجة، اسلح سلك هدرك، سطيف راهو دور القضية، القضية راح تروح للفيفا، خلاص دوكا انسى تاع الاشكال هنا، المحكمة الرياضية تاع الجزائر و الوزارة، خلاص دوكا رايح القضية للفيفا، روح فك روحك من الفيفا ومن المحكمة الرياضية، المحكمة الرياضية، وفك روحك من المولودية، وفك روحك من السطيف، علاش من الأول مدي بيا يا زطشي، قلنا لك من البداية أخطيك، سييت العام الأول ولا ست شهور الأولى ولا العام الأول، لقيت روحك خاطيك الاتحادية وتسير اتحادية كبيرة مش سهلة الاتحادية،
كنت قادر دير ديميسيون. قال الساقي اخويا ما قدرتش انا لهذا الشيء، وتخرج معزز مكرم واحد ما يهضر معك. بالعكس يقول ولدي دار اللي عليه والله غالب. هذه هي، كل واحد يدير الشيء يعرف ويدير حاجه اللي يقدر عليها. مين انت يا مازلت تكرر في نفس الاخطاء، خطا ورا خطا، خطا ورا خطا، والنتيجه اصبحت الاتحاديه اضعف اتحاديه في افريقيا. وما دخلش وما دخلوناش الكوب دافريك، ما عندها حتى علاقه بكاس افريقيا، ويعرف هذه العام والخاص. ما محباب اللي يدافعوا على زلتشي يعرفوا الحقيقه باللي الاتحاديه ما جابش الكوب دافريك وما تسهلش في الكوب دافريك بالبروف وبالادله. سلكوا رواحكم دركا من وفاق سطيف. هذا واش نقول؟ والشعب راه خرج للشارع زلتشي في كورونا، في عز وباء كورونا راه خرجتوه للشارع. راه ماشي سهله باش تخرج الشعب للشارع في عز الوباء. سلكوها دركا، درتوها سلكوها. نتمنى الخير لكل الأندية الجزائرية. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.